طيب هلا شباب، احنا هون متذكرين اليوم الماضي كنا اخر شيء اعطينا اللي هو براكتس سيشن. كنا بدنا نعمل اول شيء عن الاي دي كارد، نعملها كونسبتوال موديل، وكمان في كمان كانت شغله اللي هي عن الجامعات، صح؟ هلا نبدا نناقش باللي سويتوه بخصوص الهوية. اللي سويتوه بخصوص الهوية اللي احنا بنسويها هلا كونسبتوال موديل، طبعا بدنا زي ما حكينا بدنا ناخذ الهوية، مش نقرأ ما هو مطبوع، ولكن نتخيل انه احنا هذه الداتا بيس في وزارة الداخلية ونشوف كيف بدنا نعمل لها كونسبتوال موديل. احنا ما بنعتقد اننا نصمم في داتابيس، هي اهم نقطه. احنا بنعمل كونسبتشوال موديل للهويه، فاهمين كيف؟ طيب ناخذ اول حاله، يعني اول اخ امجد حال ناخذ اللي هو الكونسبتشوال موديل اللي سواه ونبلش. طبعا هو حاط عليه كونسترينتس، الكونسترينتس هي مش مطلوبه، اللي هي المانديتوري كونسترينتس واليونيكنس كونسترينتس، بس بدنا ايش؟ احنا هلا في البدايه رح نرجع عليهم. طيب في عنا بيرسون اللي هي انتيتي، الها هاي الانتيتي بيرسون الها فيرست نيم، الها فادر نيم، في جراند فادر، هاي كلها فاليوز. موافقين ولا لا؟ في مشكله؟ طيب الجراند فادر نيم، الفاميلي نيم، بيرث ديت، هل في عنا ديت ثاني في ال في تاريخ الاصدار؟ لا، في ديث دي مش مكتوب، بس هذا مش في الهوية، مش في الهوية. طيب في السجل يعني. طيب ننزل لتحت، في مشكلة هون شباب يعني لحد هلا؟ ليش ما نفصل البيرث ديت؟ لا دي مانث. سؤال جميل، هذا كثير بنتعرض له دائما في الموديلين في كل شيء. هل نحط بيرث ديت ولا نحط بيرث يير، بيرث مانث، بيرث مانث، بيرث دي 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 دي، وبعدين بجوز نحط اخر الساعه؟ الساعه صح. لا هو ده بدي بس بدك يعني تحدد، يعني خلي ديت وتفصله مانث زي ما بدك. كل الداتابيسز فيها الداتا تايب اللي هو ديت، ديت تايب يعني. هون طيب تقدر تشتق منه المانث والدي والير بسهوله، وكونفيرتبل يعني مش ما فيش مشكله. طب احنا لو سالنا سؤال بالطريقه الثانيه، هل كونسبتشوالي بنحكي عن بيرديت ولا بنحكي عن مانث وير والى اخره؟ بيرديت كونسبتشوالي ديت خلص، لانه هون احنا بنعمل كونسبتشوال، احنا لازم نبقى فوق. هلا تحت اللي هو اس بي جي، الفيزيكال لاير واللوجيكال لاير، احنا ما بنطلع، المفروض ما نطلع عليهم، لازم بس تطلع على قد كونسبتوال. بس لو تعمل زوم على الشاشه دكتور، في مشكله كمان بالديت احنا في السجل، انه في ناس مش معروف البيرث ديت تبعهم، شايف؟ فكان بتقولون زمان 000 او صفر كيف كان واحد بس هذا الكلام ممكن يعني يستعيضوا عنه، نحط 1/1900. هذا يدل على انه لما بيكون بما انها هي اصلا اجباريه، لما في البيرث ديت يعني طرحوا انه مرات هي اجباريه، بس في ناس ما عندهم، فبالتالي في ستاندرد ديت وكانه غير معروف، بحطوا مثلا 1/1900 او اللي هو اساميه مش معروف، معناته هذا بكون تقديم، معناته مش معروف هيك. هلا طيب ليش الثاني ميل او فيميل؟ قصدك اور فيميل؟ شو رايكم فيها هاي؟ كود بتكون كود طبعا، كود ممكن نعملها. شو المشكله فيها؟ طيب اول شيء تنحط تكست مشكله، هل هي اوبجكت يعني بتكون ولا قبل كل هذا الكلام، اسم هاي الانتيتي مش مضبوط، مش ميل اور فيميل، جندر، فهاي لازم يبقى جندر وخلص. هلا داخل جندر ممكن انا ريليشن احط انه فيميل او ميل
خلاص مش مشكلة هاي بعدين. احنا هون conceptual data population ما نطلع على البالي. طيب هون حطيت حطينا هاز 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 هون حطينا هاز فاليو. هل هذا الكلام مظبوط؟ لا في فاليو فهاز نخليها هاز او از هاز بدون فاليو. لا از از هطلع عليك هات اقرا لك اياها. لو كنا مثلا مصطفى از ميل لا لا هاز هاز جندر هاز جندر ميل هاز جندر ميل هاز فهاز. طب وين الخطا لما احكي مصطفى از مثلا ميل؟ طب وين الخطا تقول مصطفى از 1/1/2012؟ لا انا ما قلتش على البردي از بقول على الجندر. لا ما هي هاي بتتك هنا فاليو هاي مش سب تايب فاليو. فالفاليو انت يعني كيف انت لك جندر والجندر تبعك مين؟ مزبوط. هي عبارة عن صفة. انت لك صفة اسمها جندر والفاليو تاعت الصفة هاي ايش؟ ميل مش ازامي. فبفضل هذا ريليجين بتوقع مزبوط. طيب هلا نيجي نزل لتحت هلا بيرسون هون خلينا بيرسون was born at address ولبس in address مزبوط. في حد عنده اعتراض عليها؟ بس هاي نفس اللي فوق ولا لا؟ انه has address لازم انه كود اللي تعامل معه. اذا حطيت هون has address وهون has address صارت نفس الريليشن. بس هنا عشان شو الفرق بينهم؟ عشان التطبيق يعني. شو الفرق بينهم؟ حاططها نفس هيك بس قصدي يكون عشان يعني انا حتى بقول لك بيرسون بورن ات ادريس بيرسون ليفز ان ادريس. لاحظوا انه هون الانفرس رول لاحظ هاي الاز اوف الانفرس رول هاي مش شرط تحطها ممكن تحطها ممكن لا لاحظ بس على الاقل على الاقل one of them يعني على الاقل يا هذا الرول يا هذا الرول لازم يكون له اسم ممكن تحط الثنتين ريفيرز بتزبط كيف على الناحيه العكسيه ريفيرز بتزبط مثلا حسب السياقه address refers to person مش قويه من ناحيه لغويه من ناحيه لغويه لا مش قويه بس دائما انتبه انه يعني ها مثلا ادرس وادرس هاز ادرس هاز ادرس على نفس الادرس ما بتنفعش لازم تكون ايش مختلف لازم تكون مختلف. طيب نشوف الادرس الادرس هاز كانتري مش مشكله خلص كانتري هاز ديستريكت كود has city code has street name. well شو بتكون الادرس في خلينا نقول نفترض بدناش نقول بالوضع الايديال على الاقل بالهويه حاليا city code town code قلنا اول شيء انه اوكي هي مش موجوده هاي بس قبل شوي تناقشنا قبل التسجيل قلنا انه نحط الكانتري لانه مرات مضطرين نحط الكانتري لانه حسب مش من وين مش وين بعيش وين انولد فادرس هاز كانتري. طب هاد ديستريكت كود ديستريكت كود او ديستريكت خلينا نسميها ديستريكت وخلص طبعا بينا نفصل اكثر من هيك كود وفاليو بس هلا السؤال انه ديستريكت شو قصدك اللي هو لوكال لا محافظة طيب السيتي اللي هي طب لو سالنا سؤال هلا هذا كله ليفز ان هنتخيل انه احنا بالليفز ان من هون جاي هذا عنوان واحد بعيش فيه هل فلسطين انت بتعيش في دوله اوكي فلسطين مثلا طول كرم الديستريكت السيتي طول كرم وستريت نيم شارع الغربي شارع الغربي حاضر جربي شارع الكيلو
انا قبل شوي كانوا وزارة التخطيط يقولوا ايش نحط كمان البيلدينج نمبر. يا ريت فيش يعني لا لا فيش يعني لا رقم شارع هذا بتقول كلب ولا بس في غزه في موجود البيلدينج نمبر او الهاوس البيلدينج لازم يكون بيلدينج مش شارع له رقم اول شيء بعدين يكون البيلدينج له رقم ايش ممكن يكون له رقم او اسم مش مهم بس انا قصدي ايش انه لا هلا احنا مثلا فلسطين مزبوط في الهويه في شيء بعد مثلا هون انا رام الله صفر صفر قلنا صفر في واحد منهم الصفر هذا لانه فيش فاليو لانه الفاليو زيرو يعني مش معروف في انا وين بس في بعض المناطق مثلا زي غزه فيها ايش فيها إيش لا مش الشارع رقم البناية البيلدينج نمبر قابلة شركة الاتصالات أنا شركة الاتصالات هم رقمي في سيستم شركة الاتصالات هلا أي واحد بيجي فاتورة التليفون بيجي يعني أنا بيجيني بتوني شارع بتونيا الشارع الرئيسي إسكان المربوع لشركة رقم 201 من شركة الاتصالات يعني موجود السيستم مش أنا مش موجود معرفش اضيف حد فينا بجوز اضيفني شركة الاتصالات تحط رقم الهلبل على العمود لا لا يعني رقم أنا رقم الشركة تبع 201 موجود على كل حال خلينا احنا هذا اوبشي بال اذا انت بتحطه حسب انت كيف بتعزل الجوال تروح بتعمل اشتراك يعني انا عندي حط رقم خلينا شباب احنا ايش نساوي خلينا نتفق على نقطه نضيف البيلدينج نمبر انه عشان نحسم فينا مشكله فينا مشكله ادرس فلسطين هذه يعني فخلينا نقول انا رايي خلاص نحسمها من اليوم الطالع نقول الكانتري الديستريكت نمبر اي سوري مش الديستريكت اللوكاليتي نمبر مش الديستريكت اللوكاليتي يعني تسجل مثلا كفر راعي بس ما بتسجل انها من جنين وخلص لا هون اذا حطيت لوكاليتي كفر راعي فيها ثلاثة لوكاليتي مثلا مقسم الى ثلاث مناطق لوكاليتيز مش لوكاليتي واحدة يعني لوكاليتي مش مقصود فيها هي تاون او قرية او كذا هي منطقة عدن يعني في الإحصائية منطقة عدن هي مخيم قد يكون منطقتين عدن فأنت لما تحط بتحط إنه والله الكود الأول ولا شو فايش لازم تحط ديستريكت في الانتخابات اللي في الانتخابات بأخذ على المحافظات كل شيء كل سجل لا مناش هنا مناش هنا إحنا بنحكيش بالمحافظة إحنا بنحكي بس للهوية وهي نفس حتى الهوية فقط حتى الهوية لما تيجي تسجل أنت مولود جديد بدك تروح على محافظة المولود يعني انا بطول في حالي موجود بدي اسجله في طول كامل سكان منطقه سكان محافظه جنين ممنوع غير عنوانه هلا هلا يا طلع مش هيك مش هيك هذا شيء ثاني بلا هلا انت في هويتك بلا انت كفر راعي مكتوب جنين في العنوان شو مكتوب على هويتك ما هو 00 نفس الشيء لا لا كفر راعي مكتوب كفر راعي مش مكتوب جنين بس لما بتيجي بدك تروح تغير عنوانك هذا شيء ثاني هذا شيء ثاني انا انها كفر راعي جزء من جنين هو معناها موجود هذا موضوع اخر هذا موضوع اخر بس انا اللي بطرحه مش هذا انا اللي بطرحه انه هل مكتوب على هويه احنا هلا عشان ما تشتتش كثير نركز بس في الهويه هلا شو مكتوب في هويتك مثلا مش مكتوب جنين العنوان كفر راعي مزبوط مكان الاصدار جنين بس هذاك شيء ثاني لا لا ما لناش دعوه ايوه فما انا رايي نحط اللي هي التاون كود التاون سميناها سيتي تاون كود خلص ايوه في عندنا كانتري وتاون نسميهم كانتري وتاون بدون كود حتى بس الديستريكت لازم مش مشكله خلص للتسهيل لانه حتكون المده تبعك فليكسبل يعني لما تيجي تعمل مثلا جدد هويه بقول لك روح على المحافظه تبعك المنطقه تبعتك من بيعرف او مكان الاصدار تحديدا مش انا قصدي نحط كانتري تاون بس ما نحطش كود ولا نيم في الموديل هنا ككومبرومايز الكود بيجي في مرحله ثانيه ككومبرومايز فبنحط كانتري بنحط تاون بنحط ستريت نيم بنحط ايش بيلدينج نمبر عدلتوها طيب وهذول كلهم نحطهم فاليوز هلا لو جينا هون احنا على اسماء الرولز هل هي هذه بارت اوف ادرس اكيد طبعا ستريت بارت كود ولا ادرس
طبعا بتعرفوا ان هي علاقه الباك اوف هي يعني علاقه معروفه زي في اليوم الكومبوزيشن يعني مثلا مشكله اذا كان نيم كذا تحطه كل الكود انت افترض انه كود انت من عملت افترض انه كود كل الكود بس لما يكون تكست او ستريم بيكون جزء من الادرس جزء من الادرس لا 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 مش 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 كداتا مش كداتا احنا في الـ في ال بنفكرش داتا بيس في الكونسبتشوال ليفل هي عمليا هي بارت اوف فهاي بارت اوف هاي طب هل نسميها هاز شو بتقترحوا نسميها هاز ولا هاز بارت كومبوزد اوف او كومبوزد اوف لا متعش كومبوزد ليه ليش لانه كومبوزد اوف او كومبوزد من كله يعني الادريس كومبوزد اوف كذا كومبوزد اوف كذا كومبوزد هاز كامبري كامبري كود اوكي خلص خليها هاز طيب مليح هيك سؤال صغير مش احنا لازم نحط بعد اي وحده منهم مثلا هاي الديستريكت كود بعديها او شو تكون مش الدائره المتقطعه الرمز الانتيتي مش الانتيتي فاليو بعديها كمان علاقه كلامك صح اعيد اللي بقوله مالك بقول اوكي هاي الادريس هات بي كنتري ليش احط كنتري فاليو تايب ليه ما احطها انتيتي تايب انتيتي يعني فاليو سوري اعمل اعملها اوبجكت تايب اوبجكت تايب او بسميها انتيتي ثالثها بقدر احط انه لها كود ولها اسم واحط الجي اي اس كوردينيشن تبعتها واو مظبوط للتسهيل بس بدنا نوقف لهذا الليفل هاي بنسميها مشكله جرانيولاريتي لانه ليفل بدنا التفاصيل انت رايح احنا هذا كله مظبوط على كله هذا اللي بنسميه قد كونسبتوال ليفل مش امبلمنتيشن مظبوط بس يعني فقط عشان نعمل كومبرومايز في مشكله هون في حد عنده مشكله طيب نروح هلا نشوف في الهويه كان فيه اللي هو علاقتين مهمات كثير اللي هي علاقه الاب وابنه وعلاقه الزوج والزوج ولا ريليشن ما شو حطيته زي بعض هلا بيرسون ماريتو بيرسون مظبوط وماريتو العكس ماريتو بيرسون مش عارف شو الجندر المشكله لا هنا ده ليش تكتب لو جينا حطينا هنا وايف اوف سلاش هازبند مظبوط ليه ممكن يكون هناك ذكر كويس وايف اوف انثى مظبوطش عشان هيك حطيتها شو المشكله جنرال شو ليه مظبوطش لانه يعني عيد كمان مره بيرسون بدل ما نحط اسم الريليشن هون ماريتو ماريتو وايف اوف نحط وايف اوف او هازبند اوف عكس ايوه هسه هون وايف اذا كان هو ذكر كيف بيكون وايف ريليشن ما زبطتش ليه لازم نحدد قصده يكون قصده يكون هل في طريقه تمنع هل في طريقه تمنع ذكر يتزوج ذكر او انثى تتزوج انثى مش هذا هو هل هذا البزنس رول موجود عندكم بالمناسبه يا وزاره الداخليه ذكر لا هل في هل في رول بتقول انه رول انا بحكي على مستوى الداتابيز مش على مستوى القانون الفلسطيني لا لا على مستوى الداتابيز ما فيش ابلكيشن موجود يعني موجود داخل الداتابيز موجود مش عليه كونسترينت بس على الكونسبتوال ميدل ما نحط كونسترينت بهذا جاهزين داتابيز مستقل صراحه اقول لك شغله حطيت مريت لانه خلص يعني اذا كان ذكر هناك مفهوم انثى والعكس صحيح هو في في اكثر من حل اذا بدك اياه هذا الحل المناسب انا رايي انا رايي انه ما فيش داعي لا رول هون لانها معروف لانها يعني ما فيش قلق من انه يعني بتسجيل معلومات خطا بالطريقه هاي يعني انجاز التعبير بس هن لازم وايد احتمال قوي جدا نصير هزبند اور وايف احتمال قوي جدا نصير احتمال ايش في الداتا انت اللي خربت الدنيا فاهمك يعني قصدي هاي النقطه عاده ما في شيء منها قلق كبير بس اذا بدك انت تركز عليها وتحط وتعملها كود في الانكودينج هون ممكن تحط ميل انتيتي يعني اوبجكت تايب ميل اوبجكت تايب فيميل بدك هناك تعمله وتعمله سب تايب اوف اللي سب او سب كلاس اوف وتصير هاي العلاقه بين مش بيرسون بين ميل وفيميل بدك تفصل هذيك اللي هي الجندر الجندر بتعملها اوبجكت لا 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 فيش مشكله
يعني خلص اخذها الجندر خلص موجوده لما نيجي عليها بنشرح لما نيجي عليها بنشرح يعني بتاخذ انتيتي من البيرسون نفسه او اقول لكم خليني اناقش المشكله هاي هاي بتيجي على فكره في الثلث الاخير من المادة بس مؤقتا خلينا نقول ان انت انا اتعامل مع هاي وايف او سلاش هازباند او بالضبط او لا مش مشكله اصطلاح زين لو حطينا وايف وهازبند تمنع ان الزوج تكون وايف اوف هازبند اوف حطينا وايف تمنع ان الزوج تكون متزوج من اكثر من واحد هاي مشكله برضه كل شيء خليها طيب هلا نيجي لها بس كيدز كونستنت مش داخلي هون خلي الكونستنت مش داخلي معانا في هاي السيشن يعني انا هون بطلعش لدوعه التسجيل بطلعش على الكونسترينتس بالمره طلعنا تشيك برضه شمال تشيك لما عمل الكونسترينتس خلينا بس نطلع علاقه الولد وابنه هلا هلا في عندنا فاميلي ممبر هاز ريليشن كود فاميلي ممبر علاقته مع مين؟ مع البيرسون. أنا هو. أي السوداء الشيء. أنا هو. الأسود هذا هذا إيش ما سب تايب أوف. سب تايب. طيب جميل. لا لا ماشي. هلا هلا أنت في الداتابيس. أنت في الداتابيس. هلا نفترض إنه هذا أنت. يعني البوبيوليشن الإنستانسز داخل الداتابيس إنه أمجد. طب نيجي مثلاً نأخذ ابنك. بدك ريليشن. ممكن يسمي ابنك هون فاميلي ممبر لا اوكي هو بيرسون مظبوط برضه بيصير بس علاقته مع مين هون ريليشن كود مثلا ابو او ابن مع لازم تبقى ايش مع حدا ثاني انا عندي اقتراح شو المشكله لو نكررها نفس حذيفه انا عملت نفس اللي عملته هذا اللي عملها بس شو عملت يعني كتبت البيرنت كود سلاش تايلد عمل نفس هاي العلاقه طب زيها ورسم واحد ثاني هو وعمل ايش قلت انت بيرنت اوف تشايلد اوف فهمت بلا في هاي الطريقه هاي نستد لا اعطيني اشوف في حدا عند خليني اول شيء اشوف اي دي الكيد ولا شو اسمه بيرسون عمل بيرسون الزوج للولد ولا للابن وتبع نستد مع الكيد وهي كيد كيد نيم ليه الاي دي طيب اسمع تخيل بلا تخيل بلا تورجيك كيف تخيل هلا هاي اول شيء نجي نرجع على وايف اوف وهازبند هلا احنا عندنا هون بيرسون وايف اوف يعني عندنا بيرسون هون ايش اوبجكت تايب البيرسون هلا البيرسون اوبجكت تايب يعني اوبجكت تايب يعني له كل هاي ايش معلومات في عنده له اي دي يعني زي وكانك ايوه في شخصيه كبيره شخصيه كامله تلعب دور انها وايف اوف شخصيه ثانيه لها كمان نفس المعلومات مزبوط ولا لا صح طيب ففيش مشكله هلا اذا جينا عملنا علاقه البيرنت اوف سلاش تشايلد اوف نفس الشيء بيرسون كاملا له علاقه مع بيرسون ثاني صح يعني ما في يعني فيش داعي نسميه كيد او تشاي يعني بمعنى كيد النيم انا بحكي بس العلاقه كلها اللي هي الاي دي مع الاي دي كل العلاقه اللي هو يعني نتخيلها الاي دي رقم هويته مع رقم هويه ابني العلاقه كلها بتروح بتعطيه نيم فهمت علي كيف شو هن اسم الولد طب هو اسم الولد شخص معلوماته موجوده يعني بلاش بقول بس انا دعوه تجي بقول بلاش هاي بيرسون وهاي بيرنت اوف سلاش تشايلد اوف واعملها نستد وسميها كيد نيم هلا ليش عملنا تلزمش دكتور بس اوريك كيف انا عاملها انا عاملها انها ريليشن التنتين اللي هي الماريج تو وانها ريليشن فقط انه بين يعني هون بس البيرسون ريليشن ليه؟ انها هيك سميها خلاص يكون مسويها هيك بالطريقة هيك عشان التسجيل طيب
شو رايكم اول شيء قبل ما بدي اشوف هلا حدا ثاني هل هذا الموديل فيه مشكله بغض النظر انت كيف عامل ضل شيء ناسي امجد بس نصلح له امجد بس وايف يعني هاي نضيفها نحط وايف اوف تشايلد اوف على في اي مشكله ثانيه بتحبوا تحطوها لامجد هي هل في معلومه ناقصه ممكن الستاتس تاعك الشخص انه متزوج ولا اعزب ولا مطلق ولا في المادر والفادر اذا صن والتشايلد ما هو اذا في هنا داتا يعني هذه في داتا معناته مريض مش داتا معناته مش مريض هذا ريليشن قصد امجد يقول انه نحط انه الستاتس تاعت البيرس الشخص انه اعزب ولا متزوج ولا اللي هو طب ما بقول امجد هو هاي نسميها درايفد هاي يو كان درايف ذس كيف يو كان درايف ذس مش تعرف لا 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 مش شرط كان ولا وايف او لا لا وايف مطلق مطلق مريض اهبل لا بتحط اذا كان بقول لك مطلق لازم تحط مش موجود على فكره مش موجود هلا انت مطلق بتحذف هاي العلاقه لا من وزاره الداخليه لا تحذفهاش لا بضلها موجوده بضل واحده جديده بيعمل لها ابديت بس هو بضيف على بضيف معلومات تحتها انه في بكت علاقه بين شخصيان تنحذفش تاريخ الطلاق في السجل اللي موجود حدا ما بعرفش انه بنعمل ابديت بتروح لا ما بتنعملها ابديت بنعمل ريكورد جديد اللي هو بالضبط ريكورد جديد في ديت معين اتطلق ممكن في ديت معين ابديت كمان مره انه تزوج كمان اذا بدكم قبل هاي النقطه اذا بدكم تضيفوا معلومه عن وينت هل في معلومه في الهويه وينت تزوج الواحد هلا احنا فبالتالي نحطش افرض انه في انا بقول لي شو الحل افرض جدلا انه في معلومه في الهويه وين هذا الشخص تزوج هاي ال انا بس البيرث ديت تعمله اوبجكت بدك تربط عليه تو ريليشن وين مش مهمه هاي مش مهمه بدك تعمل عليه تو ريليشنز ريليشن انه للبيرث بيرث بس بعدين نربطه كمان مره مع البيرسون مع البيرسون في حمال التور في بين وفي ميل يعني مع العلاقه اللي بين العلاقه اللي بين حمال التور من البيرسون والكلبر هاي طلع العلاقه هاي راح يكون عليها هل اربط الديت تاريخ الزواج للشخص اربطه هون لا مع العلاقه اللي مع العلاقه هاي العلاقه الزواج كيف هاي اول اقتراح هون من سلام ايه بقول اعملها ثلاثية شوي نعملها ممكن ثلاثية اللي هي واحد بتيجي بيرسون مع بيرسون وبالنص شو بنحط ريليت اللي هي الزواج اللي هي الديت هاي اول واحد ثانية انه نعملها نفس هاي اللي هي نعمل عليها دائرة نعملها اوبجكتيفيكيشن ايوه نعملها اوبجكت هذا بنسميها مارج مارج هاي مارج المارج له المارج هون بصير مارج له ايش؟ لا هو له المارج هو بين علاقه بين الاثنين ناخذ انه ديت نحط له ديت طب بنفس هاي الثلاثيه هون تطلع مش نفسها؟ لا كيف؟ الريليشن الثلاثيه؟ لا نفسها يعني قصدك المعلومه نفسها نفسها بس تقدر تعملها بهاي الطريقه وتقدر تعملها بهاي الطريقه انا عاملهم كل هنا بواحد ما بعرف اذا صح ولا خليك هلا بنشوف ملاحظين هذا اذا بدنا نسجل اذا بدنا نسجل بس الثلاثيه على ما اعتقد مبداها غير عن انه تعمل نفس المعلومه نفس الشيء هي علاقه هيك بدك تشوف الاشياء هل في علاقه بين شخص وشخص بتاريخ معين هاي اول طريقه هي لما تكون ثلاثيه اذا بهمنا التاريخ علاقه بين شخص وشخص في تاريخ معين. انتبه معي. لك أو تاريخ الأوبجكتيفيكيشن هنا. إنه في مارج بين اثنين حصل في تاريخ معين. اثنين بالضبط نفس المفهوم بحطين. بس إيه هاي طريقة موديلينج وهاي طريقة موديلينج. بس هاي طريقة
بس في طريقة ثالثة بخلطهم كلهم الأبوة بالزواج والابن في واحدة تنر ريليشن إنه بيرسون هاز بعدها بتكون مع الريليتف كود بعدها تو بيرسون والريليتف ديت. لا ممكن هلا بنشوف الموديل تبعك بس لا زوجة. من كلامك ما بتقدر تخلط المارج مع ال مع التشيلدرن والتواريخ بنفس الوقت. هلا بنجي هلا في معلومة ثانية ناقصة؟ طلعوا لي عبد الله هل في معلومة أي معلومة ثانية ناقصة هون؟ فاضر من الديشو بليس وديشو ليه. هل نحط هاي المعلومة يا شباب؟ شو بيقول الفادي؟ تقول الإشيو ديت والإشيو بليس يعني تاريخ الإصدار ومكان الإصدار لمين؟ للهوية مش للشخص. بس هي بدها تكون انت في الحاله. اسالك انا بدي اسالك سؤال. هاي في الريبورتنج بتطلع شوي شوي شوي. اسالك سؤال. لا هو برضه هو سجلها وبقول لك مزبوط احنا سجلوها هاي. تمام في معاملات كثير للهويه. اسالك سؤال. لا مش فادي بتطبع. هل هذه الهويه عشان طلعوا اسمعوا النقاش هسه اللي بده يصير بيني وبين وزاره الداخليه حتى تعرفوا ايش القصه. هون عندنا معلومات عن شخص مزبوط؟ هاي المعلومات مسجله عن شخص. هلا نيجي للهوية بحد ذاتها. هلا لو انا اضيع هويتي امزقها واضيعها تعطيني هوية بدالها صح؟ طب هل هاي الهوية نفسها اللي صدرت لي اياها والهوية الثانية في فرق بينهم؟ في ها؟ في فرق بينهم. في عليها سيريال نمبر؟ عليها الهوية نفسها الخلفي ها؟ اذا رقم الوطن كلهم لا هذا مش رقم الوطني هذا رقم الهوية رقم الهوية ها يعني رقم الكرتوني رقم الكرتوني البديلي مزبوط في على غيرها رقم شوي في على غيرها رقم إذا في على غيرها رقم هذا بدلي وين انصدرت معناته كل شخص الرقم إله مش رقم أكثر من إله آي دي كارد وكل ممكن يكون له أكثر من آي دي كارد يعني يعني اذا بتسمحوا ارسم على ال هون بس بديش اضيع هويتي انا ها ولا مش مشكله باخذ بدلها ما في بدل ثالث هلا في عندنا بيرسون خليني امحى هون في عندي انا بيرسون وكانه بلزم اقول في البيرسون له ايش ID number ID card اللي هي هاي الكرتوني هلا ال ID card شو إلو ID issue إلو issue date أول إشي إلو serial number صح serial number اكتب بس كلمة serial كاملة أنا هون بختصر الإشي الثاني اللي هو إلو ايشو ديت ايشو بلس وإلو ايشو بلس ايشو بلس مش راح يكون ادرس لا ايشو ديبارتمنت هاي هي موقع لا ما هو ديستريكت هذا شو رايك ايشو اوفيس ايشو اوفيس لانها ايشو اوفيس معناته هذا انت مسميه مكان الاصدار جينياً صدرت في جينياً مثلا انا انها مكتب جينين قصدك مكتب قصدك مكتب جينين لازم ينكتب هون مكتب جينين هو المشكله هاي صارت عندنا المشكله ان صار عندنا مكاتب داخل مدن اولا كانت مدن عادي ما فيش مشكله بس صارت مكاتب داخل مدن لازم مكتب داخل نفس المدينه ونفس هذا اوفيس على كل حال هو ايش اوفيس انا مش مشكله خلص ايش اوفيس بليس قطع عن الأوفيس قطع عن لا خلاص طبعا هاي كلها شباب ايش فالز هاي بن هاي حلت مشكلة حلت هي طبعا البيرسون اي دي البيرسون اي دي نمبر البيرسون اي دي طبعا يعني رقم وكأنه رقم الهوية إلها أكثر من كرت لأنك بتمزع كرت بتصدرك واحد ثاني مظبوط؟ وان تو مان بالضبط وان تو مان
طيب في شيء ثاني ناقص؟ فوتو. الفوتو بحط الفوتو طبعا في فوتو بس فاليو هلا حط الفوتو ممكن لا 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 انتوا انا بعرف وين بتفكروا انتوا بتفكروا داتا بيس بس انا قاعد بفحص في مخي هل هذا الاشي قد كونسبتشوال ليفل ولا لا لا هي لا لانه ما فيش هي مش فاليو موجوده على الاوسبوك موجود موجود هاي مش فاليو مش مشكله بغض النظر انت كيف بتسجل مش مخزنه في الداتا بيس صح مش مشكله كنت انهم هم ما خزنوهاش بس هل هي قد كونسبتشوال ليفل ولا لا الفوتو ناحية منطقية لما أنا بدي أجي أعرف على شخص بجيبش صورته مشان أقول له هذا هو باجي بقول له إنه الشخص بدي أعرف عنه بعطيه رقم هويته بعطيه اسمه بعطيه مكان ميلاده بعطيه كل إشي إحنا بنحكي بالناحية المنطقية اللي هي بالشارع لما بدي أعرف على شخص معين الشخص مش موجود عندي أنا بدي أعرف عليه بعطيه بياناته هاي كليات اللي موجودة عندنا ما فيش عندي مشكلة بجيب له إياها بس في النهاية بقدرش أروح أجيب صورته أقول له هاي صورته هاي يعني أنا بدي أقول بطريقة ثانية هل الصورة هي صفة من صفاتك؟ يعني الاسم صفة المكان أو خاصية تاريخ البلاد وين بتعيش كل هاي خصائص لشخص هل الصورة خاصية من خصائص الشخص؟ يعني ممكن تضيف على الـ ID card لا هو شوف إذا بدك أصريت تضيفها تقدر تضيفها هون مش مشكلة بيرسون والبيرسون هون تحطه عادي بتحط له فوتو بتقدر تحط له تخزن له اكثر من فوتو زيه زي اي شيء هو عباره عن اوبجكت مع الاي دي كارد لا مش مع الاي دي كارد لا هلا مع الاي دي ماشي مع الاي دي كارد مع الشخص ليش مع الشخص لانه المقصود هون انه انا بقول لي اكثر من صوره بوزاره الداخليه بس هو بحاله بالواقع مع الاي دي كارد يعني كل ما يبدل الهوية أنا رأيي ما تناقشوش الموضوع تكون صراحة حسب بالضبط هو حسب يعني أو لا مش 100% لأنه في أماكن ثانية وزارة الداخلية بس بجوز بيستعملوا صورة غير الصورة الموجودة اللي هي البصمة هم أصلا بقول لك أعطيني صورتين أو ثلاث صور بخزن عنده أكثر من معامل هناك هذيك بدك تعطيها هذا بدك تعطيها للآي دي كارد طب هون عمل أرشيف معاملة الهوية مش عليها صورة برضو ها؟ لازم يكون نفس الصورة هاي على الهوية مش مشكلة بس عليها صورة ثانية مش نفس الصورة آخر كم لازم يكون في عليها بس هناك هلا يفرض انه بيأرشف هذيك ودخلها بابوها معلومات المعاملة بصير مش على الكارت اللي بدكوله انا يعني بصير مش على الكارت بصير وين؟ مع الشخص مش على الاي دي كارد بصير مع الشخص anyway راضيين في اي سؤال لحد هون هلا ممكن بعدها ندخل في بدائل خلينا ناخذ انو عنده بدائل اخرى عن الطرق اللي صارت بحب نفحص له اياها اللي هي ممكن طرحها مالك وانا طرحتها اللي نفس علاقه البيرسون تجيب بدي تيجي هون انا مش عامل بس صغيره بدي تيجي هون وتفرجونا تعال بدل اللابتوب هلا مطلوب منكم شباب تعدلوا وتطبعوا لاني بدي اصلحها بس سؤال خلوه يعني بتعدلوا كل شيء وبتطبعوه وين ترى يوم الثلاثاء احنا بكره عندنا محاضره ما هو عشان انتوا مش فاهمين ليش هذول هلا بعدها عشان نشرح الكونسترينتس على الضبط نفسه بس سؤال معلش بس احكي احكي عشان نصير دكتور بس معلش بدي ارجع شوي لورا لما حكيت لنا انه اذا انت حطيت ثلاث مربعات او حطيت نستل ريليشن بدهم بيختلفوش وين بيختلفوا طيب في كونسبتشوال بيختلفوش اين يكونوا بيختلفوا يعني في اي لاير بيختلفوا في اي لاير بيختلفوا سؤال جميل يعني لانه اوكي بيختلفوا في اللوجيكال لاير سوري بيختلفوا بالفيزيكال واللوجيكال ممكن بيختلفوا بالفيزيكال حسب مش دائما باللوجيكال بيختلفوا
بس بالفيزيكال لاير بكتب. ايه عارف عارف هي بالضبط كيف الموضوع. سؤال بلال انه النستد والتيرنري لما كنا نحكي عن المرج لما كنا نحكي عن المرج وانه له تاريخ هلا كان في اقتراح هيك نسويهم. في اقتراح انه عندنا بيرسون قلنا ممكن نعمل له علاقة كالتالي wife of وhusband of هلا هاي علاقة قلنا اول اقتراح ايش نساوي نعملها ternary. هاي هون ايش نعمل at مثلا نسميها at وهاي date. هاي اول اقتراح هاي ترنر او لا مش هيك بدنا نسويها نسويها نستد يعني نعمل هاي ايش نعمل هاي ايش نعملها اوبجكت تايب مزبوط شو يعني اوبجكتيفيكيشن بنسميها نعملها اوبجكت تايب ونسميها ايش مارج وفي علاقه بين مارج وديت انه هذا المارج حصل في التاريخ الفلاني. هل هاي تختلف عن اللي قبلها او ادي كونسبتوال ليفل؟ لا. هلا وين طبقوها؟ طب وين بتختلف؟ انو ليفل اقول لك بالضبط كيف هي. هي هيك لما نيجي نخزن المعلومه بحكي انا هون من ناحيه الفيرست اوردر لوجيك علم المنطق يا بتخزن هيك بنخزن المعلومه بنقول مثلا رقم الهويه 234 متزوج 2567 هاي بنسميها توبل هاي ريكورد هاي ريكورد بدون الديت. هلا تعال حط الديت بدي اسوي هاي انا بنحط هاي منقول كما في 1/1/2011 شو صارت هاي؟ صارت علاقة بين تو اوبجكتس هذا الاوبجكت وهذا الاوبجكت صح؟ اللي قبلها الترنري كيف بخزنها؟ بالضبط بقول 1 2 3 4 2 5 6 7 كما 1 1 2 2011 يعني اوبجكت واوبجكت واوبجكت. انا هذا وين بقول لحد معروف بتكلم من هذا ولا لا؟ هل يعني معلش الفيزيكال والريليشنال ديفيرز عارفهم كتصور عارفهم وعارف شو هم يعني هاي لما تخزنها في داتا بيس هتنعمل تيبل هاي ونعمل تيبل لها عارفهم هذول انا يعني بيختلفوا في اثنين يعني هون بالاهل هاي بتصير اللوجيكال انا بسال على اللوجيكال شو راح يكون فيه اللوجيكال اللي بيقول هو داتا بيس سكيم هاي خلي هاي اي وهاي بي هات نعمل تيبل لا لهم الاثنين اذا كانت اي مش في عندي انا اول شيء عندي تيبل اسمه بيرسون عندي تيبل اسمه بيرسون في معلومات في بيرسون اي دي وفي اكثر من شغله صح بعدين عندي تيبل انه اللي هو علاقه المارج فبحط شو في تو كولونز بحط هاي الوايف وهاي الهازبند صح بحط هون 1 2 3 4 وهون 2 5 6 7 صح اي دي هلا عشان احط هاي بضيف ايش هون ايه بضيف ايه شو اسوي احط هون لا انا بدي اسوي ايه شو بضيف هون بنسميها المارج اي دي وبعمل تيبل ثاني بحط المارج اي دي مع الديت في حاله بي
لا خلص مش بحط المريج بدل المريج اي دي بحط الديت بالضبط مش بحط هون الوايف وهون الهازباند وهون بحط الديت الاختلاف ها صار وين قد الفيزيكال ليفل وبالتالي طبعا قد الفيزيكال ليفل بس في اختلاف بالمعنى لا لا بس انا بحكي على اذا في كانت كيس استدي معين نكون عارفين بالضبط انه لا ما فيش لا ما فيش فرق وعلى فكره في كل هذا الكلام تحطه كمان باينريز بدل ما استعمل هاي فيك تستعمل باينري بس بتوضح لكم مش الى تاخذ الكونسترينتس مالك تعال يا شباب ليش تفضل إيه انت فادي عندك كمان فيزيو كل تبغى عندك ايش هون لا مش هون معي لا هنا كانت فات الفيزيو موديلر لان بدي الفيزيو موديلر اورجيكم كيف العربي بكتب ليش تكتبت لحان هو زبطش شو طيب اوكي خلينا نصلح العربي احسن انا عجبني الموضوع حتى كمان نناقش بعض التسميات بالعربي بس عشان ضحك لا مش مشكله هلا خليني انا اقرا خليني انا اقراها تقدر تكمل لنا اللي هو الباك جراوند والجريد هذا بدك تطلعها خلي تحتها ابيض اي عربي اي اوكي صوره اوكي كبر خليك عندي بحدي انزل لتحت طيب نراجع تبعت مالك في عندنا شخص لا اطلع لي على الاسم نراجع لك اياها كلها الشخص وين له الاسم الاول لديه ولا له 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 لانه احتمال له ولها اها